في الفيديو الماضي من سلسلة تحدي الذكاء، توبز أثبت لي غباءه. هل هالنودي حيطلع بنفس الغباء أو لا؟ خلينا نشوف في هذا الفيديو. أعطيك ألف عافية. الله يحفظك حبيب. أوكي. أعطيني ليلة علينا وإحنا نصور تحدي الذكاء. طولنا. خلينا أشوف يوتيوبر كمان. توفيق. في ناس. أنا كزنتي. خش. السلام عليكم. لا مو معقول هنود الوز. هلا كزنتي، شو الاخبار؟ والله الحمد لله منور. انا شايفك يعني قاعد وفاضي ومفيش حدا في المكتب. نعم. لا نحن حاسبك وراك شيء. احنا كنا نشتغل يعني وقت ما الناس تنام احنا نشتغل، ما عندنا لعب احنا. الله اكبر على الثقافه اتحدث حبيبي. يا عيني شذاك فاضي تصور ايش الزغلول بيحكي. مشغول حاليا. اهلا وسهلا فيك في حلقة جديدة من الزغلول ده. اول اشي نورت القناة حبيبي. والله نور نورك. أوكي. نور نورك. وانا من زمان كنت حاب اصور معاك فيديو. والله حتى انا يعني انا من اشد متابعين. حتى انا والله حبيبي. اي شيء تقول حتى اقول لك حتى انا والله. اوكي. يعني حتى انا شفت اخر فيديو لك. ايه. طب شو اخر فيديو لي؟ انا من يعرف شو اخر فيديو لي. أوكي. اليوم بدنا نعمل تحدي ذكاء. أنت قديم معدلك في المدرسة؟ خلينا نحكي. ثانوي. 94. والله. شوف أنا معدلي بالثانوي بصراحة 97. واو حلو. والله. يعني أنا بعرف إنك منصدم ولكن هاي. لا مين قال؟ أنا شايفك يعني. ترستني يعني. نابغة. أنا شايف إنك نابغة صراحة. يعني كل الدنيا بيحكوا. كل الدنيا. المهم كزنتي. نعم. بدنا نعمل تحدي ذكاء. اللي بيخسر بعزم الثاني على سفرة. ما يدو يابان. يهو يا كابتن. طب خليني لسه بقرأ السؤال. يابان على طول. واضح انه في هذا التحدي كمان حصول الغبي. طيب نشوف اذا جوابك صح. اليابان 100%. صح. 1-0. اعلان. كم سعر الشاحن؟ هذا واحد غبي مو داري انه اعلان. اوكي. كم عدد الدول العربية؟ 22. اخوي طب اعطيني فرصة. انا سريع. مش طبيعي. وانا كيف كم عدد اللي انا منك؟ والله صح. والله لعيب. انت صدفة؟ والله حسيت انها اكثر من 10 فقلت 22 الصراحة. قلت مستحيل 40. والله لعيب. الحمد لله. والله يا جماعة النودي مو سهل. النودي مو سهل. هذه لاي شخص كان يتحداني. 3 رهيب. كنت استغرب فترة حمل الفئران. طبعا بخليك تجاوب. لا جاوب انت. 21 يوم. انا بقول الفار يعني قول البني ادم الام 9 شهور بتاخذ 9 شهور فالفار كثير صغيرة. اصغر صغيرة. ايه 30 يوم. 30 يوم. انا بقول 30. انا اقول 21. لا انت شايف الفيديو. انت شايف راحت الاضاءة. معليش. انت شايف الفيديو؟ والله ماني شايف. بتحداك. والله كيف عرفت الفار بولد الترتيب ب 21 يوم؟ والله ما اعرف. مربي فار؟ ممكن. مش طبيعي كيف والله يعني؟ والله ما اعرف. ايه الحمد لله. ايزي. اللي بعده. ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد في الحالة السائلة؟ الزئبق. الالومنيوم. الزئبق. الالومنيوم. انا متذكر درس في الكيمياء شيء له علاقة بالزئبق، فغالبا هو الزئبق. الالومنيوم. زئبق يا كبير. روح ذكاء ذكاء. 3-1. تستاهل تستاهل صراحة. تعرف انا كنت اطلع دكتور. حلو. اخر شيء صرت يوتيوبر. ليش؟ مش عارف يعني. انا تخرجت محاسبة. حتى انا. والله محاسب. اي والله. لا يا زلمة. اي والله. طب صار يسوي قناة شروحات محاسبة. عندي انا وهنود اللي صراحه الكل يصير علاقه بالحاسب. نعم. كم سنه قاعد بالجامعه؟ 6 سنين. انا والله 7. انا متفوق عليه. كان درس نطب يا عمي. اوكي. بابا. ما هو الاسم القديم الذي كان العسس؟ العسس. الشرطه عند العرب. العسس؟ اي نعم. اكيد مش الجواسيس. عسكر. العسس. انا بقول لا عسكر. العسس. صدقني يا رب. ما يا رب لا.
مع اربع واحد سمش طبيب معلوماتك انت صح برو انا عندي هنا شو اسمه شو موسوعه موسوعه ما هو الشهر الذي اشتق منه كلمه سبعه باللاتينيه يلا خذ راحتك سبع ما هو الشهر الذي اشتق اسمه من كلمه سبعه انا مش فاهم بالسؤال اصلا طيب هل هو شهر سبعه يناير مارس يناير انا قلت مارس مارس شهر ثلاثة على الله يناير شهر واحد سبتمبر حلو ما حلو. النقطة لا إلي ولا إلك لا مو مشكلة لا ما هي صورة الإخلاص استنى يا ابن الحلال كيف ما شاء الله قرأت السؤال والإجابة مع بعض المهم الإخلاص طب هي صح يعني بس ليه ما أعطيتني فرصة أنا يسموني سوري بس على فكرة في الاستعجال ندامة خذ راحتك في الاستعجال دائما صدقني مو دائما ما توقف الوقت ترى نعم استعجلنا دائما يعني وقف بعد هذا اوكي 5-1 ذلك راح اصدمك انا انت ايش كنت والله صدمتني ماذا نسمي صوت القط يلا خذ راحتك تغريد اكيد مش تغريد يا ابني طب انت قلت لي خليتني ليه جاوب انت جيبك بطيء ما انا بحب اخذ كل شيء هيك بالرواق عشان كذا مهزوم عشان هيك خبي قاعد 7 سنين أنا ستة أحسن أشطر والله أنك نابغة كان مفروض تدرس طب ترى لا والله الحمد لله ما درست الحمد لله 7-1 حلو يلا الحين لا في أمل في أمل إني أفوز كم رجلا للنملة؟ 8 حقك استنى عشانك 4 ولا تزعل 4 عشاني يعني أنت أنت بتعرف الإجابة لا والله ما أعرف يلا يلا أوكي المشكلة مو مشكلة ارجع بالفوتج اللي وراء انا عديتهم 6 وكملت على 8 عشانك 4 يعني قعدت اعد كيف قاعد تشوف نملة قدامك كيف عديتهم تخيلت نملة قدامك قاعد ما هي عاصمة السعودية الرياض طبعا يعني هي سهلة ترى جماعة سكان السعودية كنت الرياض خلاص لا اسمح لي هاي اخذها والله تستاهل 7-2 خلاص سكيب يا سؤال عن السعودية الرياض ايزي واضح 7-2 يا مو مشكلة ما اسم صغير الفيل اكيد من الشبل هجرس دغفل انت تعرف خذ راحتك جاوب زي ما تبغى انت يعني ايش انت عارف الاجابة بس تاركني لا والله ما اعرف انا بقول اغرب اسم دغفل انا هجرس ولا تزعل هجرس اوكي ويطلع حمل بس يا كبير بس خبير فيها سؤال رقم 12 من كم لون يتكون قوس قزح يعني انتوا فاهمين وصلت لمرحلة انا بقرأ السؤال لهنودي وهو بجاوب بس يعني صح هم الاثنين ما مشكلة مشكلة شو خلاص طب كم عدد انت كل ما بتزيد انت كل ما بتزيد ثلاثة ولا تزعل اشكرك كم عدد احرف اللغه الانجليزيه A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z كم 21 26 روح 26 روح مبروك يا زغلول انا جاوب انت عارف جاك بس خلاص حقه معلش عندنا معلش عندنا 2 بيصور ورا 2 لا تفهم غلط مبروك زغلول ما هي أكبر أكبر قارة في العالم من حيث المساحة روسيا أوروبا أكبر بلد أكبر قارة أهلا وسهلا تعال هذا يا جماعة المخرج محي ما أيوة لازم نقطع التصوير ما هي أكبر قارة إيش أنت كمل لأنه طلب منك تكون فار هناك دقائق عم نصور دقائق عم نصور صور دقائق تفضل إيش تقول لك يا سنتي هذا أحمد أبو هذا هذا ابو الرب لا بتقاطع تصويرنا قلة حياة بدنا في مشكلة ايش في مشكلة تقنية يعني في تحدي ذكاء هو نسكي حد امك ايه والله ما اسمع ايش هو مو ذكي صعب عليه ايش مالك يروح اطيح ايش ايش رد عليه يا هنودي بس خلو جايب 4 في تحدي الذكاء بس 4 وانا جايب 8 ما شاء الله عليه من 10 انت جايب 8 وجايب 4 ما فتحت معي ولا معه بس مين كان يفوز بالاردن؟ جاوب اي روح اعطيه مين كان يفوز ها؟ مين؟
شغل غبي وقاعد يسابق مثلك. قاعدين بيعملوا تحدي ضحك. تحدي سخيف. تحدي سخيف جدا. في حدا ضل يعمل تحدي ضحك؟ في تحدي ذكاء ثقافي. 2028 احنا نسوي تحدي. مش عارف اخبي يا اخي. يعني هو بنثقف المشاهد واحنا بنثقف غباء وضحك. غبي يا اخي اقسم بالله. المهم ما يعتبر قرار في العالم. حكيت روسيا انت؟ قلت اوروبا لان روسيا ما في خيارات. اوكي اوروبا. لا امريكا. خلاص روح امريكا. امريكا اكبر من اوروبا واضحه جدا. حقك لا افريقيا انا بحط افريقيا. خذ راحتك. اخر شيء طلعت اسيا. يعني انت اخترت ثلاث اجوبه ولا واحد صح. مو مشكله. الاخير طبعا هاي ممكن تنحسب لي انا بما انه انت اكثر تستاهل. 8-5 يسعد دينك. ما هي اكبر دوله في روسيا؟ الصين. جاوبت عليها. الصين. انا بقول روسيا. روسيا وانا بتحداك عارف ليش؟ الصين. ما بعرف ليش بصراحه. الصين. صين؟ نعم. مبروك بس كسبتي. مبروك يعني والله كسبت. سؤال هذا اخر. شوف نهايه الفيديو ايش يقول. اذا يا عباقره. نعم. بس اخر سؤال تعرف الجواب عليه بكم؟ كم درجتين يعني؟ لا بثلاثه تستاهل. يعني 8-8 تعادل. تعادل ولا تزعل. الحمد لله يا جماعه تعادلنا انا وهنو. هذا يدل انه انا وانت في الذكاء متساويين يعني. سيم يعني. بصراحه انا تفاجأت وانا جدا مبسوط بوجودك معي في قناه الزمو بحكي. وقبل ما اشوفك في قناتي الرئيسيه ان شاء الله. وصحيح تفضل. بدي اجي زياره على السعوديه. تخسي صون. والله حياك. يعني بدي يعني اجي وارجع ذكرياتي. والله ابشر. تبشر بالسعادة. عيوني لك. بدي اكل بيك صراحة. والله تبشر والله. يا اخي البيك اللي هون. ايه ابو كلب بصراحة يعني. ايه فانا بدي اروح السعودية العصر. يا اخي ولا واحد بفهم. اوو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 و
انا جوعت منه دوبنا ما اكل. اوكي يا جماعه هذا هو كان الفيديو لليوم. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب ونشوفكم على الفيديو الجاي وقناه هنودي قنوات هنودي. الله الله يعطيك العافيه اخوي. يعني يلا ثمنيل ثمنيل. مع السلامه.